حنايا في الجمعيه كيكون عندنا واحد الهدف اللي هو اننا كنواكبوا الاطفال والوالدين ديالهم اولياء الامر ديالهم في البدايه ديال السكري. حنا كنعرفوا بلي مرض السكري هو اللي واحد المرض اللي هو مزمن واللي كيكون هذيك الصدمه في الواقع ديالها في الاول كتكون صعيبه على 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 العائله ككل. دونك حنايا كنحاولوا نواكبوا هذوك الاطفال وكنواكبوا الامهات ديالهم خصوصا باش يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع هذاك المرض ديال السكري وكيفاش يتعايشوا معاه بطريقه اللي هي طبيعيه بحالهم بحال كاع الاطفال. دونك كيف شرحت قبل فاتحه، مرض ديال السكر هو واحد المرض اللي كيحتاج واحد الانضباط في النظام الغذائي في الحركه وفي الانسولين. دونك حنا شنو اللي كنديروا حصص تدريبيه وتعليميه للاطفال اللي كيكون شويه العمر ديالهم شويه زايد والامهات ديالهم، كنحاولوا اننا نشرح لهم كيفاش يضبطوا نظامهم الغذائي يتمشيو على واحد النظام الغذائي اللي هو صحي واللي هو متوازن وفي نفس الوقت ما كيتحرموا من حتى شي حاجه. دونك يبقى واحد النظام اللي هو منضبط وتيكون واحد النظام اللي هو كيكون كينفع هذاك الطفل ديال السكري وفي نفس الوقت كينفع العائله ديالو، لحقاش تيكون واحد النظام غذائي اللي هو متوازن واللي ما كيتحرموا فيه من حتى شي مجموعه غذائيه. دونك حنايا كنحاولوا نواكبوهم باش يكون واحد العمليه ديال النمو اللي كتكون طبيعيه ما كنأثروش على النمو ديالهم وباش كيعيشوا طبيعي ويقدروا يستمروا في الحياه ديالهم ويمارسوا ويزاولوا يومهم بواحد الشكل اللي هو عادي وفي نفس الوقت يكون واحد لو سولاجمون لا بالنسبه للطفل لحقاش ما كيحسش براسو بلي انه معزول او لانه كيختلف على الاطفال اللي معاه لا في القسم او الاطفال اللي تيكونوا معاه في العائله. وحتى الوالدين كتكون واحد الاريحيه كيعرفوا كيفاش يتعاملوا لحقاش هذيك فاش يكون الواقع ديال الخبر في الاول تيكون صعيب. دونك حنا الحمد لله كاينين معنا اطباء اخصائيين في الغدد اللي كيحاولوا انهم يواكبوا حتى هما هاد الوالدين هادو في الاول باش يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع الانسولين ويتعاملوا مع الهبوط او الطلوع ديال السكر. وحتى الوليدات حتى هما كيوليو يعرفوا انهم يستمعوا للجسد ديالهم ويفهموا هذوك التغيرات اللي تيكونوا في الجسد ديالهم. دونك كلما حاولوا انهم يفهموا وانهم يتقبلوا هذاك المرض الا وكتكون واحد الاريحيه وواحد السهوله فاش انهم كيعيشوا يومهم بشكل اللي هو طبيعي. دونك حنايا اليوم ان شاء الله دايرين واحد لاتولي غادي يكون فيه غادي نحاولوا نقربوا للناس كيفاش يحسبوا وكيفاش ياكلوا الاطعمه اللي هي فيها السكريات، حيت المرض ديال السكري واحد الحاجه اللي كيخص يكون فيها الانضباط اللي هو مهم هما الاطعمه اللي كتكون فيها النسبه ديال السكريات او الكربوهيدرات طالعه. ما تتكونش كيف شرحت لكم قبل ما تيكونش واحد الحرمان ولكن تنحاولوا اننا نقربوا لهم كيفاش يحسبوا الكميات اللي معتادله واللي محتاجها الجسم ديالهم. دونك اليوم غادي نخدموا على الحوايج اللي الاغلبيه كيوحلوا فيهم اللي هما في العمليه ديال الافطار سواء من نوع ديال الخبز او المعجنات او لي سوب، وغادي نحاولوا نخدموا على الحوايج اللي كيلقاو فيهم كيفاش يكونوا الطبق ديالهم اللي يكون متوازن صحي فيه كاع العناصر الغذائيه واللي يكونوا المعاملات ديال السكر او الكميات ديال السكريات يكونوا فيه مضبوطين. بفضل الاطباء اللي كنتبعوا معاهم بفضل الجمعيه ديالنا والحمد لله راه بخير وغادي مزيان مع السكر ديالو، عنده 28 سنه. احنا اسسنا هذه الجمعيه لعده اسباب، او اهم سبب فيهم هو الدعم النفسي للاطفال السكري للامهات ديالهم والعائلات ديالهم، والسبب الثاني هو الدعم المادي للاطفال السكري اللي محتاجين، والسبب الثالث هو اننا يعني تعريف مرض السكري والناس اللي ما كيعرفوش اللي عندهم مشاكل مع مرض السكري يعني ما تيعرفوش كيفاش يتعاملوا مع الدواء ومع المسائل اللي هي يعني الدواء الرياضه الحوايج اللي هما عندهم علاقه بالسكري. تنحاولوا نقربوهم من المرض ديال وليداتهم اكثر وتنحاولوا نعلموهم كيفاش يكونوا هما الامهات يكونوا هما اطباء ديال وليداتهم وكيفاش يتعاملوا معاهم في حالات الطوارئ، لانه الطبيب ما تيكونش دائما ديسبونيبل معاك يعني في اي وقت تحتاجوا تلقاه، يعني خص الام الطفل السكري خص دائما تكون عارفه، وهذا هو الهدف الاسمى ديال الجمعيه اننا نعلموا الامهات. ورا دايرين واحد الجروب واتساب اننا تنعلموا الامهات كيفاش يتعاملوا مع وليداتهم الى طاح السكر الى طلع، كيفاش يعطيوهم يعني واحد التغذيه متوازنه صحيه بالنسبه للطفل السكري، وكيفاش خصهم يديروا الرياضه ومسائل كلها اللي عندها علاقه بالسكري، انه كاين واحد الهرم كاين هرم اللي هو خصهم يتبعوه وهو التغذيه والرياضه والانسولين. كنحاولوا ان شاء الله نضبطوا هذا الهرم يكون دائما متوازن باش ما يكونش شي خلل في الصحه ديال الطفل السكري، لانه تبع واحد المسار طويل ان شاء الله، يعني خصنا نحاولوا نحافظوا ليه على صحته ما امكن.